بونسوار، معاكم مدام رانيا حميدة. إن شاء الله هنكمل منهج مدرسة الراهبات لسان كيامانين سنة 5 ابتدائي. كنت شرحت معاكم الوحدة الأولى، وإن شاء الله في الفيديو ده هنكمل الوحدة التانية يونيتي دو. من فضلكم سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو. هنبدأ على طول في شرح الوحدة التانية يونيتي دو. يونيتي دو الوحدة التانية بعنوان ألا كوزين. ألا كوزين يعني في المطبخ. ألا كوزين، ألا ده حرف جر، تمام، في المطبخ. كوزين، ألا كوزين. هنتعرف مع بعض على إيه اللي ممكن يكون في المطبخ من وجبات أو من أدوات أو كده. هنشوف التكست ده بيقول إيه. بيقول جوردوي، aujourd'hui يعني اليوم، c'est mardi، c'est mardi يعني النهاردة الثلاث، c'est un jour de travail ده يوم عمل، يوم شغل عادي، c'est un jour de travail. le matin في الصباح أو الصباح، je prends le petit déjeuner، je prends le petit déjeuner. petit déjeuner يعني بتناول فطاري. en famille مع العائلة، dans la cuisine في المطبخ. sur la table يعني على الطبل أو فوق الطبل اللي هي الترابيزة يعني. il y a une nappe يعني مفرش. des assiettes يعني أطباق. des cuillères يعني معالق. des couteaux يعني سكاكين. des fourchettes يعني شوكة أو شوك. et des verres يعني كوب أو يعني كوباية، فموجود أكواب أو كوبايات. je mange du fromage يعني أنا باكل جبنة. je bois du jus وبشرب عصير. céline prend une tartine وشوكولا يعني سيلين بتتناول توست بالشوكولا. puis je vais à l'école en voiture بعد ذلك أنا بروح المدرسة في السيارة أو بالعربية. مرة كمان aujourd'hui c'est mardi c'est un jour de travail. le matin je prends le petit déjeuner en famille. dans la cuisine je prends le petit déjeuner en famille dans la cuisine. sur la table il y a une nappe, des assiettes, des cuillères, des couteaux, des fourchettes et des verres. je mange du fromage et je bois du jus. Céline prend une tartine au chocolat, puis je vais à l'école en voiture. بيقول ريبون أو كيستيون يعني أجب على الأسئلة دي. أو لا فامي أين العائلة دي prend le petit déjeuner بتتناول الإفطار. فأنا ممكن أقول لا فامي prend le petit déjeuner dans la cuisine. dans la cuisine يبقى هجاوب. انا بحب الاجابات كامله يعني بحب اقول لا فامي. هبدا بقى بالعائله تتناول الفطار دون لا كوزين. ده كده اول اجابه خلاص، يعني انا هبدا بجملتي دي واكمل منها. طيب تاني سؤال بيقول كاسك جون بوا او بيتي دو جيني بيشرب ايه. هو قال لي ان هو بيشرب دي جو. فجون دي هقول جون بوا، ممكن اقول جون بوا وممكن اقول إيل، فممكن اقول اسمه كده اللي انا هقول جون بوا دي جو عصير، او ممكن اقول إيل بوا، تمام. فالمهم ان هو بيشرب ايه، عصير دي جو. كاسكيل يا سور لا تابل اللي موجود على الطبل. كاسكيل يا يعني ماذا يوجد. كاسكيل يا ماذا يوجد، ماذا يوجد على الطبل. فانا هقول له sur la table الاجابه اهي. il y a une nappe, des assiettes, des cuillères, des couteaux, des fourchettes et des verres. دي الاشياء الموجوده على الطبل. دي كده اجابات
التكست الموجود قدامي، هنبدأ نشوف بقى. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine؟ اللي موجود في المطبخ، الأشياء اللي بتكون موجودة في المطبخ. Qu'est-ce qu'il y a يعني ماذا يوجد؟ Qu'est-ce qu'il y a يعني ماذا يوجد؟ Dans la cuisine il y a يعني في المطبخ بيوجد. Un frigo. Un frigo يعني تلاجة. Un frigo. Un forno. Un forno. Une cuisinière. Une cuisinière اللي هو البوتاجاز. Une chaise كرسي. Une table ترابيزة. Un évier. Un évier اللي هو الحوض. Un placard. Placard اللي هو ممكن نقول ان هو دولاب او حاجة بيتحط فيه الأدوات. Un frigo. Un forno. Une cuisinière. Une chaise. Un placard. Un évier. Une table. دي كده الأدوات الموجودة dans la cuisine يعني في المطبخ. Dans la cuisine يعني لو قال لي qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine أو dans la cuisine il y a ويحط لي point point على أساس إن أنا هعمل complete، فأنا هقول له أي حاجة من الأشياء الموجودة هنا. Un frigo. Un placard. Un forno. Un évier. Une cuisinière. Une table. Une chaise. هو مقسمها لي أول أربعة هم masculin واخدين un، والأربعة أو الثلاثة التانيين فيمينا أون أون أون. طيب سور لا تابل، على التابل بقى كاس كيليا ماذا يوجد؟ سور لا تابل إليا أون ناب. أون ناب يعني مفرش. أون كويير. كويير اللي هي معلقة. أون كويير. أون أسيت. أون أسيت اللي هو طبق. أون فرشات. أون فرشات اللي هي شوكة. Un verre. Un verre اللي هو كوب. Un couteau. Un couteau اللي هي سكينة. Sur la table il y a une nappe, une cuillère, une assiette, une fourchette, un verre, un couteau. طيب ممكن بعد ما عرفت أدوات المطبخ والموجود على الطبل، هنعرف دلوقتي ايه اللي ممكن نتناوله على وجبة الإفطار أو في الفطار. Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner؟ Qu'est-ce ماذا أنت تتناول في الفطار؟ Qu'est-ce que tu prends؟ ده verb prendre بمعنى يتناول. Au petit déjeuner. Petit déjeuner اللي هو الفطار، فهقول au petit déjeuner je prends أنا أتناول. ها أنا أتناول، طالما هو بيسألني بتو أنت فهجاوب بجو أنا. لما بقولك أنت بتفطر إيه هتقولي أنا بفطر كذا كذا، بتناول إيه هتقولي أنا بتناول، يبقى المعروف إن تو هتتقلب أو هتتحول لجو في الإجابة. الأشياء اللي أنا ممكن أكلها على الفطار بقى أو أتناولها سواء كان أكل أو حاجات أشربها. دو فروماج. دو فروماج. دو تي. دو تي شاي. دو لي. دو لي لبن. De la confiture. De la confiture. Des céréales. De la confiture اللي هي مربى. Des céréales اللي هو كورن فليكس. Des céréales. Du croissant. Du croissant اللي هو احنا بنقول عليه croissant. Des œufs. Des œufs اللي هو البيض. طيب ايه هي du و de la و des؟ دي كده ادوات اسمها ادوات تجزئة. Les articles partitifs. باختصار أدوات بستخدمها عشان أعرف إن أنا هاخد جزء من الحاجة دي، مش هاخد كل الحاجات الموجودة في الدنيا كلها. فأنا عارف إن أنا هاخد مثلا كوباية شاي، معلقتين مربى، تمام، قطعة من الجبنة، كوب من اللبن، فعشان كده بياخد معايا أداة تجزئة اللي هي دي. طب إيه بقى دي وإيه دي لا وإيه دي؟ دي بور لماسكولان معنى كده إن كلمة فروماج دي كلمة مذكرة. لا كونفيتور واخدة دو لا معنى كده ان هي كلمة فيمينا، ودي للحاجات الجمع دي سيريال ودي زو. تاني دو فروماج. دو تي. دو لي. دو لا كونفيتور. دي سيريال. دو كرواسون. دو زو. دي الحاجات اللي انا ممكن اتناولها او اكلها يعني او اشربها سور او او بيتي دي جيني. او بيتي دي جيني على وجبة الافطار. Du fromage, du thé, du lait, de la confiture, des céréales,
du croissant du des œufs des œufs. ليه بقول هنا الزد؟ عشان انا عارف ان الاس بين اتنين متحرك هي بين الاو والاو. الاس لما بتكون بين اتنين متحرك بقراها زد، بتقرأ زد، فعشان كده قلت دوزو. طيب هنا ما في هنا اتنين اس، في اس اهي بين اتنين متحرك اللي هي الاي والا، بس هما لما بيكون اتنين اس بيظبطوا قوتهم او يعني بيقرأوا اس خلاص. لما يبقوا دوبل اتنين يعني بتقرأ اس، لما تبقى واحدة بس بتبقى ضعيفة فبقراها زد، بقراها زد. شوف بقى شوية أسئلة كده، بيقول جو مونج، جو مونج ايه الحاجات اللي انا ممكن اكلها وايه جو بوا؟ جو مونج يعني انا اكل، وجو بوا يعني انا اشرب. فلو قلت انا اكل ممكن اقول جو مونج مثلا جو بان. ايه كمان اكله؟ دو لا كونفيتور، مربى. ايه كمان؟ دو جاتو. ايه كمان؟ دو لا سالاد. ايه كمان؟ دو فروماج. الفروماج دي اهي الجبنه، دو فروماج انا اكل جبنه. ايه كمان ممكن اكله؟ دي كرواسون ودي سيريال، دي كرواسون ودي سيريال. طب فاضل ايه ان انا اعمل له جو بوا؟ جو بوا فاضل لي بس اللي هي دي تي الشاي واللبن، يبقى دي لي ودي تي، الباقي كله حاجات انا هاكلها. تمام كده، يبقى انا هشرب جو بوا دي لي وجو بوا دي تي، الباقي جو مانج دي بان عيش، جو مانج دي لا كونفيتور اللي هو المربى، جو مانج دي جاتو هاكل جاتو، دو لا سالاد اللي هي السلطه، دو فروماج اللي هي الجبنه، دي كرواسون ودي سيريال. اتفقنا ان السيريال اللي هو الكورن فليكس. هنا مي فري او فو يعني حط صح او غلط. تو مونج دو تي ينفع ان انا اكل شاي، هتبقى فو انا بشرب، يبقى هي مفروض تو بوا، بوا اللي هي زي دي كده، او هقول جو مونج اي حاجه تتاكل بقى. طيب جي فان، جي فان يعني انا جعان، افوار فان دي يعني انا جعان، جو مونج ايوه لو انا جعان انا هاكل. جو مونج افيك اون كويير مظبوط صح فري، انا باكل بالمعلقه. سور لا تابل على الطابل، اليا ان ايفيي فو، ده معناها الحوض فهي هتكون فو. الا كانتين جو مونج اي جو بوا مظبوط، الكانتين بتاع المدرسه ممكن ان انا اكل منه، كانتين ان انا اكل منه واشرب، ده مظبوط جو مونج اي جو بوا صح فري. طيب هنا بقى على ادوات التجزئه اللي انا كنت بقول لكم عليها، هحط دو لا مع الفيمينا، وهحط دو مع الماسكولين، وهحط دي مع البلوريال. طيب هعرف ازاي من حفظي للكلمات؟ هعرف هنا فروماج انا عارف ان هي ماسكولين فهتكون دو فروماج، او اخرها اس فهتاخد دي لان دي البلوريال، كافي بتاخد دو كافي، دو كافي، سالاد مؤنثه بتاخد دو لا سالاد، تي بتاخد دو تي، سيريال بلوريال هتاخد دي. طيب بيقول لي هنا كومبليت لي فراز او بيتي دوجيني جو مونج، اقول حاجتين بقى، ممكن اقول باخد فروماج واقول بيض دو زو، يعني ممكن اجاوب من فوق ان انا بتناول دو فروماج اي دو زو. تمام، او بيتي دوجيني جو بوا ممكن اقول دو لي يعني على الفطار انا بشرب لبن دو لي. sur la table je vois، je vois دي يعني انا ارى، ارى او يعني شايف، ارى او انا شايف، يعني شايف ايه على الطابل، عايز كذا حاجه، عايز اربع حاجات اهو. ممكن اقول بقى un verre كوبايه، une assiette طبق، une nappe مفرش، ممكن اقول كمان une cuillère معلقه، une cuillère، un couteau شوكه، une fourchette سكينة قصدي، وفرشات هي الشوكة. ممكن أقول أشياء من اللي هي موجودة سور لا تابل اللي أنا قلتها في الأول شوية. جام يعني أنا أحب، أنا أحب ال مثلا المرب، لا مش هحط هنا أداة تجزئة، ده أنا هقول ال، ال بقى دي اللي هي عندنا لو ولا، لا كونفيتور المربى، أو أنا بحب مثلا لولي اللبن،
يبقى هنا لو انا قلت انا احب بحط ادوات ادوات المعرفه اللي هي لو ولو الا ابوستروف وليه. لو انا بقول انا احب ال، انما لو في جي مونج او جي بوا بحط ادوات تجزئه. تاني لو انا قلت جي جام يعني انا احب، هحط معاها لو او لا او ال ابوستروف او ليه، دي ادوات المعرفه. طب لو قلت جي مونج او جي بوا هحط معاها ادوات التجزئه. اللي هي ايه ادوات التجزئه دي؟ ادوات التجزئه اللي هي دو ودو لا ودو ال ابوستروف ودي البلوريال. تمام كده، من هي الادوات اللي قال لي فوق اكملي بيها اللي هم دول كده، دي اسمها ادوات تجزئه لي زارتيكل بارتيتيف. لي زارتيكل بارتيتيف. اخر بقى اكزرسيس بيقول لي اكري لو نون دو شاك ايماج. اكري لو نون دو شاك ايماج يعني انا هكتب اسم كل حاجة. تمام، دي انا هرجع لها كده من اول حاجة احنا اخدناها، اول صور دي والصورة اللي بعدها ان فريجو ان بلاكار ان فورنو ان ايفيه ان كوزينيير ان تابل ان شاز. بقرأ لكم مرة كمان اهي، ان ناب ان كوير ان اسيت ان فرشت ان فير ان كوتو. كمان الفطار ممكن اتناول دو فروماج دو تي. احفظ بالادوات عشان اعرف مين مذكر ومين مؤنث. دو فروماج دو تي دو لي دو لا كونفيتور دي سيريال دو كرواسون دو زو. هو اضاف لي كان في كمان دو لا سالاد، دو لا سالاد اللي هي السلطه. كان في كمان دو كافي القهوه. دو اهي جمعتها لكم كده، عايزين تجمعوها برضو من الاكزرسيس. كانت موجود دو لا سالاد هي فيمينا مع الكونفيتور، وكافي دو كافي دو كافي هي ماسكولين. اتمنى يكون الشرح واضح والكلمات سهله. الحفظ بس احفظ بالادوات واحفظ كل حاجه، يعني المطبخ موجود فيه ايه، السفره او الترابيزه موجود عليها ايه، وعلى الفطار ممكن اتناول ايه بالارتيكل بتاعته، وباقي الحاجات هي سهله جدا. ان شاء الله تقدروا ان انتوا تحفظوها باذن الله. لو حد طبعا وقف في اي حاجه تاني ممكن يتواصل معايا، وساعات بتلاقوا الرقم حد بيطلب الرقم بكتبه. لو حد حابب يتواصل معايا يتفضل. بالتوفيق للجميع، واتمنى انكم تتابعوني. ايه ميرسي.